ولكن عندما يقول هذا الشعب أريد المساواة، هل يجوز أن يقف الحوار ليقول لا نريد التمييز؟ الخليفة نزلوا من السماء ويجب أن يبقوا في السماء وهم ليسوا من البشر، أو هذا الفصيل أو هذا الفصيل يجب أن يستولي على هذه الوزارة السيادية، وأبناء الشعب يجب أن يعيشوا في الظل أو في التهميش. هذا حوار مرفوض. الحوار الذي ينتقص من هذا الشعب ومن حقوق هذا الشعب هو حوار مرفوض. ذهبنا للحوار من أجل انتزاع هذه الحقوق والتوافق على كيفية تنفيذ هذا الحقوق، لا للتنازل عن هذه الحقوق. هذا الكلام ليس لكم، فكل لي ثقة بأنكم تعرفون ذلك، ولكنني أقوله للسلطة وأقوله للدول الكبرى. لا يطالب أحد المعارضة أن تتنازل عن حقوق شعبها، لا بعنوان حوار ولا غيره. فنحن ننتمي لهذه الثورة وسننتمي لهذه الثورة. نجح هذا الحوار أو لم ينجح، سنبقى في الساحات حتى تتحقق مطالبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.